Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, brothers and sisters, to another night of Ramadan Khatm on this 26th night of Ramadan. May Allah accept all of our worship, inshallah, and our fasting and our qiyam and our tilawah of the Quran. We're starting today from Surah Al-Dhariyat, from the beginning of the Juzz, which is A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. This is the beginning of the Juz, and it's right in the middle of Surah Al-Dhariyat. I'm very happy to say that we have Sheikh Ridha Abdul Muhsin, alhamdulillah, to start this Juz with us. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban ya Sheikh. كيف الحال يا شيخ أنا؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. نبدأ. لا ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة يا شيخ. الله يبارك فيك، ربنا يحفظك. شكرا يا شيخ جزاك الله. نبدا من قوله تعالى قال فما خطبكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم ايها المرسلون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. تفضل يا شيخ، عاوز تكمل يا شيخ؟ نكمل كما تحب. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
ركعتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جزاكم الله خيرا شيخنا الله وأحسن الله إليكم يا شيخ، حياكم الله، أسأل الله تعالى أن يتقبل تلاوتكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله brothers and sisters, what beautiful recitation by Sheikh Rida mashallah from Egypt. May Allah bless him and his brother Sheikh Ahmed Abdul Muhsin as well for their efforts and amount of time they give this beautiful program, Ramadan Khatm, this blessed program dedicated to the Quran. We're going to take a tiny short break, and alhamdulillah, next we have our beloved Sheikh Ahmed Rajab, alhamdulillah, coming next from Surah Al-Waqi'ah, alhamdulillah. So we're going to take very, very quick break, 30 seconds, inshallah, 1 minute, and we're going to start next. Don't forget to donate, brothers and sisters, after this Ramadan Khatm. May Allah accept all of your sadaqat and hard work. Let's invite our Sheikh, Sheikh Ahmed Rajab, alhamdulillah, back to the stream. Marhaban, ya Sheikh. Marhaban, ya Fadil, Ustaz. Allah yabarak fiik, ya Sheikh. Allah yakrimak, ya Sheikh Khalid. Allah, alhamdulillah. Anta ta'alam, hadhi al-ayyam, ayyam kulluha khair, fa samihuna wallahi ala taqsir. Sahih, la, la yujad taqsir, ya Sheikh. Wujudikum wa hudurikum hadha min intahal. الله يحفظك الله يحفظك جزاك الله خير. نبدأ إن شاء الله من بداية قوله تعالى حاضر. إذا وقعت الواقع حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وإياكم إن شاء الله يا شيخ أدم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم يا شيخ. أحسن الله علينا وعليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, everyone. What a beautiful recitation of Surah Al-Arqam, inshallah, by our Sheikh. He's very busy leading Taraweeh, leading Tahajjud. So very generous of him to come and join us on our personal Khatmah, the Khatmah of our audience in Dar Al-Arqam. We're very happy that he's back, alhamdulillah. Next, we have our young reciter, Safwan, but he's just actually disappeared. So bear with us, inshallah, while we ask where Safwan is and find out where our young reciter, Safwan, is. And he'll be, I know he's also a fan favorite, and he's been away, him and his brother, for a few days. Because they're almost Hufadh, alhamdulillah, but that small number of Juzz, they haven't memorized. And so they took a small break. And that's why they weren't with us for those days, alhamdulillah. Why don't we have a quick break and I give everyone a reason to think about donating to Al-Arqam while I find out where Safwan is, inshallah. Alhamdulillah, we're actually going to go to Sheikh Muhammad Sayyid. Who's our next reciter, inshallah. Assalamu alaikum, ya Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Adam. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله شيخ. نبدأ إن شاء الله من أول سورة الحديد. إن شاء الله. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغفتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق ورعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا شيخ محمد سيد المحمدي. نختم بالدعاء إن شاء الله. أكمل؟ لا، نختم بالدعاء. هكذا انتهينا من الجزء ونختم بالدعاء. شيخ آدم. نعم، هل تسمعني يا شيخ؟ هل نكمل أم نتوقف؟ لا، نتوقف إن شاء الله ونختم بالدعاء. إن شاء الله، ماشي. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام
ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام، ولك الحمد على أن بلغتنا آخر رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك المعظم وكلامك المطهر، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. وارزقنا التفكر والتدبر والعمل بمقتوى القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيتدبر آياته ويحسن تلاوته ويعمل به ويتقن حفظه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فينال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك والأنس بك وحلاوة قربك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا برحمتك إذا عدنا إلى ما عادوا إليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله،
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hope everyone is well. Alhamdulillah, we've just finished another night of the Ramadan Khatm. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. It was amazing. Really nice recitation. And we'll be going over towards the Q&A section now, inshallah. But just before I invite Sheikh Abu Ubaid, I'd like to make a quick announcement, and I believe Sheikh Adam has mentioned this as well. But what we're trying to do, inshallah, for today, right, we have this target of getting 100 people to create a direct debit with Arqam, with Dar Arqam, for a minimum of £5, inshallah. And so far we have 11 people, and we have up until the 27th night, inshallah, we have up until then to complete about 89 left. So inshallah, what I'll do is I'll add the onto the screen, if I can have people just to, during the Q&A session, just to quickly pop over to the website, www.darwarqam.co.uk/direct-debit, inshallah. If you can please pass it over to your family members, your friends, your neighbors, everyone and everyone, right? All it is a minimum of £5. It's not much, subhanAllah. That's five boxes of wings and chips. You know, that's two cups of coffee. It's not much. So inshallah, if you can please donate create a direct debit of £5, inshallah, and try to get your family members and friends to all join in, inshallah, so that you all can benefit from the service that Arqam provides, so that we can serve you and our community, inshallah. So that being said, I'll invite Sheikh Abu Ubaid for the Q&A. And if I can again ask for everyone to post their questions on the Q&A, on the YouTube comment section, so that we can get them answered, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikhana, how are you doing? Very well, alhamdulillah. How are you, Sheikh? Very well, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. I think I ate too much food today, Sheikh. I'm struggling to walk around. I'm like wobbling when I'm walking. I think everyone is eating too much, sadly. Alhamdulillah. As long as people are worshipping and eating, no problem. Making the du'as and making the donations. Yeah. Alhamdulillah, then there's nothing wrong with eating as well. Alhamdulillah. There's a hadith that says a wealthy who is grateful is better than the one who is poor and he's arrogant. Yes, yeah, so the one who is wealthy and he's prosperous, he's got mansion, he's got a house, he's got cars, he eats good food, he dresses good, but he's grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, he is better, right, than the one who's poor and destitute, but he or she is arrogant, yeah. I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and arrogant doesn't make the dua, doesn't take the means to become self-sufficient and so forth. Nah, alhamdulillah. So as long as people are worshipping and donating to the smart causes and empowering causes, then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will not take us into account of our wealth, because we are utilizing it not only for our own benefit, but also for the benefit of the Ummah, inshallah ta'ala. Sure. Sheikh, would you like to mention anything before we begin? Any points of advice or anything like that? Yeah, there's a lot of questions regarding zakat. I get a lot of questions regarding zakat on my WhatsApp as well, and also through my emails, personal emails and so on. So let me just quickly break down one of the main questions regarding where do we give our zakat? Do we give it locally? Locally meaning like in your local areas, like I live in Shoreditch. Do I find local people in Shoreditch who are poor and destitute and give it there? Or do I give it further away, like London, Greater London, overall UK? Or do I give it to my relatives back home who are poor? Or do I give it to the Ummah who are struggling and suffering in a very heartbreaking manner? So this is the one question that is quite frequent that is being asked. And especially because we have now a Zakat institution in UK, and thereby these questions are posed quite often. My advice
is if you have lots of zakat, you have, like, for example, you've got business, you've got savings, you've got good income coming in, yearly income, very good yearly income altogether. That comes out to be a good amount of zakat, like, say, 2 to 3K, right? This is how much zakat you are due yearly. Then I will say is give it to your back home relatives, and then give it to your humanitarian causes around the Muslim world who are suffering in a very severe manner, and give it to your local areas, Muslims who are struggling. But give the bulk of the money to the people whom are suffering, zakat money, whom are suffering in the Muslim community in abroad, in the Muslim Ummah abroad. Give your bulk of the money there. So if you say how much percentage, I would say 80% of zakat money, give it to the Muslim who are suffering around the world, 80%. 20% give it to your back home relatives. And if you have people locally as well who you know destitute, then give 10% to them and 10% to back home relatives, inshallah ta'ala. This is what I recommend. Why? Because the ummah whom are suffering, their suffering is at a life-threatening level, life and death level. And thereby zakat, not only zakat should be given to them, but also sadaqat, at large amounts of sadaqat, not £5, £10, but large amounts of sadaqat to elevate there. And this is a concept we need to understand, that the sadaqat, our donations, should match the crisis. Because the crisis is about elevation. It's not about simply to reduce it. It's to ultimately elevate that crisis. So our donations should match it. You know, for Abu Bakr, when he was freeing Bilal, you know, he gave them, it's not zakah, it was sadaqah. So he gave them extra. And even he said that if you ask for more, I would have given more. Yeah. So it's not about reduction, it's about elevation. That's the objective of our sadaqat. So when we are surrounded with crises, we should give with the mindset of to elevate that crisis. So however much money I can give to elevate that crisis, I should give. And that should be the mindset. So again, in summary, if you have lots of zakat, then the bulk of the money should be given to the humanitarian crisis around the Muslim world. And then a good percentage can go to your relatives back home who are poor and destitute. And a sum of the percentage can go to the local areas where you live who are also poor relatively. And they may even be homeless or in need of money and assistance. Jazakallah khairan. Sheikh, just to add on to that question, right? So, you know, alhamdulillah, for those that have a stable position or have stable income, right? And it's more than what they need, i.e., for example, they're able to cover their basics, rents, food, etc. And then they still have a lot more left behind. But there's, you know, there's some people have posed this question to myself, and I've heard it a few other times, is they struggle to give sadaqah because they always have this fear that they will be put into a trial, or, for example, they will, you know, have a difficult month. So for that reason, they refrain from giving sadaqah, even though they have enough. So, for example, they might have £500 left in the savings, but they won't give anything from that £500 because they feel as if this month or the next month, you know, something could happen and I need a safety net. So, like, what would you say regarding that situation? Would you still say to give sadaqah, or to change the mindset, or what would you say? Tayyib, the ummah is like a one body, as the Messiah said. So when one area of the ummah is suffering,
are in pain, and you know your money can assist and help either reduce the pain and agony and suffering or elevate it. And that hadith alludes to two mindset that you Muslim ought to have. The first mindset is, if you have the extra money, you should seek out from the ummah who's suffering. That's number one. Number two, if you hear that ummah is suffering and you have the extra money, right, then it can become obligatory on you. It can become obligatory on you to donate that money. What should the minimum concern should be? The minimum concern should be is that you have a shelter, you have food, and food of the day, you have shelter, and you have your family safe. So that's what Allah said, three things, three matters. Number one, you have shelter, you've got a place to stay. Number two, you have food of the day. And number three, you're safe and secure, you're not in a harm's way. Then it's like you have the whole of dunya with all of his beauty and decoration and pleasure and delights in your hands. Yeah. So if you have those three, then alhamdulillah, say alhamdulillah alameen, and get used to donating that extra amount of money. If you are not utilizing that 500 or that 1,000, whatever that is, you're not utilizing it to invest, you're not utilizing to give gifts, you don't have a plan for it, you're just saving it for a rainy day, then that rainy day may never come. That rainy day may never come. And that is not the mindset of a true Muslim. The mindset of a true Muslim is either to invest that money, right? So if you save it, it's fine as long as you have an investment plan, or either you donate it. Either you invest it or either you donate it. You should not keep that money. The other boundary is, how much should you donate? The maximum you should donate of your whole wealth of the year is one third. So we have no, even obviously we donate £5, £10, right? That's not even a, forget one third, that's not even a, maybe 1% of our wealth. Yeah, so we need to really think of our donations. And I always say that Islam was never built through zakat, it was always built through donations. And until and unless we Muslims have that mindset and we begin to donate to build the institutions that Muslims need, then we'll be always struggling, and we will as a whole, we will as a community will suffer, and only very few will sacrifice for the community, and those few will then attain the rewards in the coming life and the honor in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And others, even though they had the opportunity, they will miss out in the honor and the rewards that are waiting from Allah subhanahu wa ta'ala. And the other point also, as we said so many times, no one becomes poor by donating. That is guaranteed by Allah subhanahu wa ta'ala. So it's about proving to yourself that I believe in Allah and the coming life and the rewards of and the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. And I love Allah jalla wa ala and his deen and his way of life more than what I personally like and love, and more than dunya, more than money. So the donations proves that. And second, it also proves that you believe in the coming life reward from Allah subhanahu wa ta'ala. So we need to really work on our donations, all of us. We need to increase it. And inshallah ta'ala, once we do donate, as we said, with those understanding, those two understanding, number one is if you have a shelter, if you have the food of the day, and we are safe and secure, then alhamdulillah, we should donate. And number two is that the boundary of the donation of maximum is one third. We should be aware of that we can donate one third. And if there's need, exceptional cases,
the ummah is in such a crisis that it needs all of your wealth, then you can, you're even allowed to donate all of your wealth. If you know that you can make your money, you can make your wealth, then you can even donate all of your wealth. Jazakumullah khairan. We'll ask a few questions, inshallah. So the first question is, assalamu alaikum, is it allowed for women to dye their hair? Also, how much of their hair are they allowed to cut? And are there any styles that are not allowed? For example, layered hair, bangs, etc. These questions are, it's best to maybe ask people like senior scholars, more elderly scholars, maybe that'd be more better. But anyway, just to answer quickly, you're allowed to dye your hair, but not black. Not black. Any other color is fine, inshallah ta'ala. As for cutting woman's hair, it should not resemble the hair of a man. It should not resemble the hair of a man in terms of the trim. So as long as it does not resemble the hair of a man, it's fine, inshallah ta'ala. So if someone sees it, they recognize this is the hair of a woman, then that's fine, inshallah ta'ala. The next question is, salams. Is there something called halal nail varnish which allows water to go through so wudu can be done? Is this permissible? I've heard people say those things, but I'm not sure if water goes through or not. If it can be proven that the water does go through, then yeah, it will be fine, inshallah. Next question is regarding zakah. Students who pay around £100 in zakah, how would you suggest they distribute their zakah? Give it to the humanitarian charities. Give it to humanitarian charities. And if your relatives back home are most likely they have been given by your parents. So I would say you give your zakah to humanitarian charities where Muslims are suffering in, and they're in a life and death situation. Give it, inshallah. Next question is, after learning the knowledge of what is fardain, what should one focus on learning next? It depends what the society needs, what the local Muslim community needs, or what the local community needs, be it, even if it's non-Muslim. So whatever they need, and you've passed your level of knowledge of you protecting yourself, so the Quran, you know how to recite the Quran, you know how to read and research and find out the rulings, fiqh rulings, you've reached a good level, then it's all about what the society needs. If you have no one there to seek advice from, senior scholars, senior leaders, then, you know, travel, ask people, this is my situation of my local area, and then they will tell you what to study, what to specialize therein, be it Islamic studies, Islamic sciences, or be it universal sciences like engineering or like law and so forth and so on. So it depends on your local society. Seek advice from your local leaders and the local senior scholars who are respected by the whole community. Next question is, how does one attain real humility? Real humility, there's so many ways of attaining it, but I'll give you two main points. Number one, ask Allah subhanahu wa ta'ala for humility, true humility. Make that dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And work on yourself. Focus on yourself, internal self, more than focusing on other people. So have the lens of criticism towards yourself rather than towards others. So firstly, make dua, and in that, look into yourself, self-criticism, criticize yourself more than the others. And the second is be part of a team. Be part of a team. Sooner or later, you will recognize your talents, and also you will recognize other people's talents. And then that way, if you don't have the humility, you will be forced to be within the boundary of your talents and within the boundary of your positions, by which you do not have any interests which are beyond your rights or which are beyond your talents. And even if you do, you'll be put into your position.
So be within a team. That is one of the most practical ways for you to be humble in reality. Jazakumullah khairan. The next question is, why does everyone follow the Saudi moon, Saudi for new moon? Shouldn't we look for the moon ourselves? Yes, we can look for our moon. There's no problem. Inshallah ta'ala, everyone is sunnah to go and see the moon. If you can see, with the latest technological advancement, if you can buy telescopes and so forth, then go and search and look. This is sunnah. This is part of the sunnah, inshallah. However, why do we follow Saudi Arabia? It's because of the unity of the Ummah. It's to keep everyone united, because the Umrah is performed in Ramadan. Best of Umrah, Sallallahu Alaihi Wasallam said, performing Umrah in Ramadan is performing Umrah with myself, i.e. the reward. So because the Umrah is done, and the days of Eid and so forth are due to the sighting of Saudi Arabia, that's why it's feasible for everyone, the whole Ummah, to be united. And also Dhul Hijjah, because if you don't follow Saudi Arabia in the month of Ramadan, you may be 1 day or 2 day late when it comes to the next month, and then Hajj season. So you'll have to follow them in Hajj season anyway. Obviously in Hajj season you'll have no choice but to follow them. Arafah will be Arafah on Saudi, not Arafah on the day you choose to be Arafah, in Pakistan or in Bangladesh or in India or in other places. Arafah will be Arafah on the day Saudi says is Arafah. Okay, Mina will be Mina when Saudi says Mina. Eid al-Adha will be Adha when Saudi says Eid al-Adha. No one else has any choice. They have to follow Saudi in Hajj. So obviously, if you're going to follow them in Hajj, we might as well follow them in the rest of the months. It unites the Ummah, keeps them united. Jazakumullah khairan. Next question is, how can we truly seek forgiveness from Allah? Seeking forgiveness is it's in your hands. So you seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Seek it with remembering all your sins, past, present, secret ones, especially the diseases which are the cause of the sins. Try to get rid of them, work on them. As long as you're trying to work to get rid of these hidden sins, secret sins, major sins within your soul, within your nafs, within your desires and whims, then alhamdulillah, as long as trying, that's a sign that you are seeking forgiveness sincerely and honestly. Also, loving the righteous. The more you try to spend with the righteous, the more you love them, the more you make dua for them, that's a sign that you want to be amongst them, you want to be righteous. You don't like sins. As Allah said about righteousness, he said, he is righteous, the one who likes and loves and makes him happy when he sees righteousness. And he dislikes it when he sees evil and harm, even if it comes from himself. Right? That's a sign of righteousness. So as long as you're trying to get rid of your defects, and your sins, especially the hidden ones, the subtle ones, and you're seeking forgiveness of them, and also you like the people who are righteous and upright, and you try to spend time with them, you make dua for them behind the scenes, then inshallah, you'll be amongst the righteous. Jazakumullah khairan. Next question is, in addition to dua, is there anything else a couple can do to get pregnant, i.e. particular surahs, charity work, or ruqya? I'm assuming if they can't through the normal standard procedure. Say that one more time, sorry. So in addition to dua, is there anything else a couple can do to get pregnant, i.e. reciting particular surahs, doing charity work, or doing ruqya? Make dua after secret ibadah, perform secret ibadah that no one knows except you and Allah subhanahu wa ta'ala, be it visiting a permanently ill person, be it sponsoring an orphan, be it donating a large amount that no one knows anonymously, large amount to an empowering cause, a secret deed, and then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. As Salaam said, the trials are there and they are relieved through
donations. Which donations are there? There are large amounts of donations which are done in a secret manner with your intention. So you make the intention of Allah, make me pregnant or make my wife pregnant. And with that intention, you do those secret deeds. Secondly, recite Surah Maryam and Surah Ali Imran, especially the verses that Allah subhanahu wa ta'ala talks about, mother of Maryam and Maryam alayhi salam, and also Zakaria alayhi salam, Allah giving him Yahya. Just recite those verses. Also, the verses that Allah subhanahu wa ta'ala talks about Adam, creating Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam, and also creating Isa alayhi salam, creating birds from clay and blowing their wings, souls and so forth. Recite those verses with intention of being pregnant or your wife being pregnant. And also, if possible, go to Ruqya, seek a scholarly Raqi who is righteous, upright, who has clean heart, who is inclusive, who cares for the Ummah. Go to him for Ruqya, inshallah ta'ala, and make it clear to him that you can't be pregnant or you're having difficulties with becoming pregnant. Inshallah, he will make du'as and he'll recite with that intention. Inshallah, that should work if it's in the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan. And the next question is, Sheikh, what's the best thing we can do for Al-Aqsa? What is the obligation upon us towards them? The Imam should regularly talk about it. The Imams in the khutbas should regularly talk about it. The scholars should regularly write articles. The historians, the expertise also should give statistics, maps, graphs, history, presentations, historical facts, realities, policies. The leaders, the politicians should speak about it regularly in the conferences, and they should have strategies regarding how to free the people of Palestine from occupation, this long occupation, this heartbreaking occupation. It's not simply about Masjid Aqsa, it's about the human being dehumanized, entire nation of people, be it Christians, be it Muslims, they are all being dehumanized and completely seized. So the humanitarian crisis in Palestine is severe, and it has been severe for a very long time. But it's about everyone coming together, young, old, all strategizing, talking, writing, relating information, and to alleviate the suffering of entire nation for so many years. So it's obligatory upon everyone. It's not simply demonstrations or just one article there or one talk there or one tweet there or one quote there. It has to be a relentless effort of whole human beings, an entire human being, to relieve the suffering of the Palestinians for so many years they have been suffering. And this occupation, no one likes occupation. No one likes to be occupied by a force, a foreign, and it's illegal. The UN made it very clear this occupation is illegal occupation. So no one likes to be colonized. No one likes to be occupied. So it's about talking. It's about the scholars, leaders, politicians, experts, historians, everyone coming together and working together to alleviate this humanitarian crisis in Palestine. Also, all those charities that are out there helping, supporting the Palestinian people, we all should help and assist them and give as much as we can, along with the du'as in the witr salah, in the obligatory salah, which is called qunut and nazila. These are all highly, highly recommended for the imams to do regularly, especially when the crisis becomes very intense and very severe. Jazakumullah khairan. I believe it's quite late now, it's about 12:14, so I'll just mention the last point of the direct debits, inshallah, that inshallah try to, you know, spread this
wide. Let your family members, your neighbors, your friends, you know, anyone that you know, just ask them to donate a minimum of £5, inshallah. Again, that's five boxes of wings and chips. You know, it's two cups of coffee. It's not a large amount. So inshallah, if you can, please go onto the link below, which is www.darakam.co.uk/direct-debit. And again, all of this money is going towards serving you and our community. It's not just a case of the money just going to one individual, or you're just letting go of that money. This money is coming so that it can benefit the community. And we're here to serve this community. So inshallah, please, please, please try to share this information with friends and family. Again, if a whole family can do it, subhanAllah, that's big. Inshallah. So, you know, try and share it with friends and family, inshallah. Do you want to mention anything before we close it off, inshallah? Make dua, make lots of dua, engage in your local masajid, your local institutions, your local organizations. Be part of a team, work with a team, wherever you are, build a team, and however you are, build a team. And this is one thing we Muslims ought to do. We cannot individually try to solve the Muslim community's problem. That's impossible. It's beyond your abilities, beyond the capabilities. You have to work with a team. You have to engage with a team. And if there's no team, build a team. Build a team and sort out and solve the local problems first and foremost. Then inshallah ta'ala, slowly, slowly, we will be able to sort out the more difficult, challenging problems that the humanity is facing around the world. Barakallahu feekum, taqabbalallahu minna, wa minkum salih amal, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keep arqam in your du'as also, please. Barakallahu feekum.